بسم الله الرحمن الرحيم. عماد علي عبد الرازق، وكيل كلية الآداب جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويعني بنتكلم نبذة مختصرة عن الدولة ودورها المتزايد في محاولة تنمية المجتمع المصري. في حقيقة الأمر هناك يعني مشروعات كثيرة جدا، يعني لا تعد ولا تحصى، بتحسب إلى فخامة رئيس الجمهورية وجميع أجهزة الدولة، وهي مشروعات في الحقيقة تسعى جاهدة إلى تنمية المجتمع المصري اللي بيستحق مننا جميعا العمل الجاد الدؤوب المخلص من أجل المصريين بشكل عام ومصر بصفة خاصة. من هذه المشروعات على سبيل المثال، يعني لو اتكلمنا على مشروع زي مشروعات الغاز ووصول الغاز إلى يعني مناطق كثيرة جدا على مستوى الجمهورية، حتى أن هذه المشروعات وصلت إلى قرى يعني متغمية الأطراف، فده بيحسب للدولة ويعتبر كمان، رغم ان يعني البعض هيقول لي لا ده يعني كذلك من المشروعات يعني في عجاله، مشروعات الصرف الصحي. يعني بفضل من الله وتوفيقه استطاعت الدوله ان توفر مشروع الصرف الصحي والمياه لمناطق كثيره جدا كانت تعاني من مشكله الصرف الصحي والمياه في مصر. نضف إلى ذلك أو إلحاقا بهذه المشروعات، مشروع أو مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة من أجل الارتقاء بعدد كبير جدا من القرى الأكثر فقرا على مستوى جميع أو على جميع يعني محافظات مصر العربية، وده يعني إلى حد كبير بيعمل نوع من التنمية وبيأخذ بأيدي الفقراء إلى حياة كريمة. لو جينا يعني نتكلم أكتر على مشروع مهم جدا باعتبار إن احنا في الجامعة، إن الجامعة إن الجامعات المصرية يعني أصبحت يعني تخش كده في مصاف الدول الكبرى في التعليم، وده إذا تحدثنا بصفة خاصة عن جامعة الزقازيق اللي بنتمي إليها هنلاقي إن هناك إنشاء كليات ل يعني تقليل الاغتراب للطلاب، لتحسين نوعية التعليم، منها على سبيل المثال